معانا الأستاذ عثمان. عثمان حيخلمنا على عدد النازحين وحاجات النازحين وعدد الخيام إلى آخره. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. نشكر دكتور والأب المربي هاني البنا لزيارته للسودان في ظل هذه الأزمات، في ظل هذه الكوارث الطبيعية، خصوصا السودان أصبح منطقة كوارث طبيعية بالفيضانات والسيول. وكما ترون نحن الآن في مخيم الشقيلاب، فيه 186 أسرة يعني متضررة ضرر كامل، ولا يوجد منزل، لا يوجد منزل. وهذه الخيم يعني صبيناها بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، وهؤلاء المواطنين المتضررين يعني يجدون من أهل الخير، يعني كرتونة غذائية، يجدون مواد طبية، يعني شوية مساعدات. حتى هنالك حالات خاصة يعني تحتاج إلى مساعدة، أمثال يعني الضغط والسرطان والعياذ بالله، وهذه الأمراض المستعصية موجودين الآن في الخيم. يعني إحنا عندنا ليه محصة، فنظر الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم جميعا. وحقيقة يعني الشعب السوداني يعني محتاج للكثير والكثير، بدون فيضانات وسيول هو محتاج، فما بالك حينما تأتيه فيضانات وسيول وتحديات ومشاكل كثيرة جدا. فمع الوضع الدائر الآن في البلاد الاقتصادي، فهم يحتاجون الآن، موجودين في الخيام دي أكثر من شهر ونص، يعني يحتاجون إلى الإيواء ويحتاجون إلى الدواء ويحتاجون إلى الطعام، كل الأشياء يحتاجون لها. فالحمد لله نحن ما استطعنا قدمناه في هذه الخيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعين ويوفق. المكرر مجددا نشكر الدكتور هاني البنا للزيارة دي، وحقيقة هو أب ومربي إلينا في منظمة رواحل للتنمية، وباسم جميع المتضررين نشكره على هذه الزيارة، وجزاه الله خير وبارك الله فيه. عايز تقدم رسالة للناس، تطلب منهم إيه؟ نقدم رسالتنا إنه الناس تجيب يعني المعونات والإغاثات والتمويل للبناء والإعمار وعلاج المرضى والفقراء والمساكين. يعني حقيقة يعني محتاجين، يعني زول ما قادر يعبر بشنو. يمكن في صور وفي فيديوهات نرسلها إن شاء الله للإخوة الخيريين والمانحين، إنه يقفوا مع الإخوة السودانيين خصوصا المتضررين من الفيضانات والسيول في منطقة الشقيلاب. طيب، نشكرك أخ عثمان على التقدمة دي. يعني هنا في حوالي أكثر من 1000 شخص موجودين في المخيم، من 1200 أو 1300، ويحتاج كل شيء. بس أهم شيء ما بيحتاجوه الآن هو إعادة بناء المنازل مرة أخرى. عندك تكلفة المنزل يتكلف قد إيه لو عاد بناء غرفة؟ منزل متوسط عادي 1600 دولار. ده في كام في غرفة؟ 3600 دولار. كم غرفة ده؟ ده غرفتين ومطبخ ومنافع. طيب، يعني غرفتين ومطبخ ومنافع وحوش ب 3600 دولار. يعني اللي عايز يكفل غرفة يكفل غرفة، اللي عايز يكفل غرفتين يكفل غرفتين، يعني نبدأ من 1000 دولار إلى ما شاء الله. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.